أهلا أهلا، صينية بطاطس مع الجبنة واللحمة المفرومة أو الدجاج المفروم جدا لذيذة. يلا مع بعض نبدأ. أنتم شايفين مكعبات البطاطس على هالشكل، مجرد أني قطعتها وغسلتها راح أضيف لها شوية زيت زيتون وأقلبها كذا 3 إلى 4 دقائق. قلبت مكعبات البطاطس تقريبا، يمكن أخذت لها الحين 5 دقائق. راح أضيف ملح وبعدين راح أوازنه بعد ما يقطع، وفلفل أسود وتقريبا ثلث كاس موية، وأتركها على جنب وأروح للخطوة اللي بعدها. شلت البطاطس على الجنب، راح نضيف هنا زيت زيتون، وعندي مكعبات البصل مع الثوم المهروس، وأستمر بالتقليب. حمر عندي البصل والثوم، راح أضيف هنا معجون الطماطم ومعجون الفليفلة المشوية، وأستمر بعد بالتقليب. واضح لكم إن زيت الصلصة ومعجون الطماطم بدأ يطلع، راح أضيف الآن مكعبات الطماطم. ممكن تضيفين الدجاج المفروم وممكن تضيفين اللحمة المفرومة براحتك، وأستمر بالتقليب. نتفت ماي مثل ما أنتم شايفين، وأغطي عليها وأخليها تتسبك 10 دقائق. خلطت كل المكونات مع بعض. الآن راح أضيف ملح، فلفل أسود، وبابريكا، وشوية أوريجانا. استوى عندي الدجاج وعندي البطاطس بعد استوى بهالشكل، بهرسة هرس خفيف يعني ما راح أكثر هرس، وأرجع لكم. وعندي هنا بيض، راح أضيف له بصل أخضر مفروم، ملح، فلفل أسود، وأخفقهم مع بعض. نص كمية البطاطس المهروسة، طبعا شفت الملح والفلفل الأسود، وراح أفردها بقاح صينية تكون مبطنة بورق زبدة. صاج الدجاج اللي سويناه ممكن قلت لكم تسوونه باللحمة المفرومة، راح أضيفها بالكامل على البطاطس. عندي هنا خليط من الموزاريلا وجبنة الشيدر الصفراء مبشورة كلها، راح أضيفها كلها على الوجه. نرجع مرة ثانية للطبقة الأخيرة من البطاطس المهروسة، يعني الكمية المتبقية راح أضيفها ووزعها على الوجه. آخر طبقة بتكون خليط البيض المخفوق مع البصل الأخضر وملح وفلفل أسود وممكن بابريكا، وعلى الفرن.